الاختراع الذي تراه أمامك هو أول اختراع من نوعه يجمع ما بين الدراجة النارية التي يمكن استخدامها على الطريق ومن ثم التحليق بها في الهواء والطيران لمسافات طويلة، ويقال إنها تعمل بالكهرباء وقادرة على الوصول إلى مدى حوالي 60 ميلا على الطريق، مما يوفر قيادة سلسة وقوية. ثم بعد ذلك يتم تغيير هذه العجلات بهذا الشكل بحيث تحتوي على محركات نفاثة بقوة تصل إلى 1300 حصان، مما يمكنها من الطيران والتحليق في الهواء على ارتفاعات عالية وسرعات كبيرة. وتتميز أيضا بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي والطيران لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق بالكامل. ويقال إن سعر هذه الدراجة النارية يصل إلى حوالي نصف مليون دولار، مما يوضح تصميمها الفريد وقدرتها المميزة، حيث استطاعت الشركة المنتجة من خلال هذا المنتج الجمع بين الأرض والسماء في نفس المركبة بطريقة مبتكرة للغاية.